السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليديز اند جنتلمان. ميمز الجزء الثاني يا جماعة الخير. أول شيء نزلت تغريدة على حسابي في تويتر يا جماعة وقلت لهم يا أخوان أبى أصور مقطع ميمز، حط أي ميمز هنا وإذا ضحكت لك 50 دولار، مو شرط ميمز عني أي شيء. أغلبكم يعرف الطريقة بسيطة جدا، أبى أحاول أمسك نفسي ما راح أضحك، لأني لو بضحك أبى أدفع على طول. إذا تبغون زيادة ميمز يا أخوان بكل بساطة اضغط اللايك وتأكد انك مشترك، بس شفت كيف سهل؟ عشان ما نطول وندخل على طول بالعميق، اخر شيء بقوله موسم فورتنايت يوم الثلاثاء، حاجتين ابي انوه عليها. الحاجه الاولى كود الايتم يا جماعه، اذا تشترون الباتل باس تاكدوا انه موجود، وايضا راح يكون في بث مباشر في قناتي بنونو لايف، الرابط تحت. نقول بسم الله ندخل، طولنا. اذا بغيت تسوي مقطع يوتيوب السلق. يا نسيت التحدي ورب الكعبة اللي نسيت التحدي في فلوس يا عيال، والله العظيم حسبي الله عليكم يا السلك، حتى بالميمز جايين معاي. والله اني نسيت انه في فلوس، والله نسيت. خلاص مو مشكلة، متعب. الف مبروك فزت معنا 50 دولار. هلا يبا حياك. ايش قاعد تسوي؟ ولا شيء. والله لا صيدك يا راعي التغريده هذه، وصقعك على عينك يا اخو، سوي حلقه عطانيه معفن. لا 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 اوكي هنا عدت عدت يعني حلوه. والله اني كنت بطلع من المقطع، والله كنت بطلع من المقطع يا عيال. استغفر الله، والله رهيب. هذه حلوه، هذه اقسم بالله ما قدرت امسك نفسي، كنت بطلع، والله كنت بطلع من الكليب. هذا شو ذكرنا بالكود المره المليون. يلا من هناك يا بابا، يلا 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 من هناك يا بابا، يلا يلا. كذا الحركات يعني؟ يلا من هناك يا بابا، يلا يلا. اها اها طيب. إذا ما ضحكت فاعرف إن الشيطان منعك، فاعرف إنك تسولف، خلينا نشوف. أقول لك بنزل، تبي تنزل؟ إيه، قل نكتة. النصر. إيش اسمك؟ محمد سلامة. سلامة. الحين نظام العمل والتوجيهات لخادم الحرمين الشريفين بعلاج اي مخالف، اي مخالف للنظام الاقامه، اي مخالف نظام العمل، اي نظام الحدود بالمجاني، اي واحد مشتبه به بمرض فيروس كورونا، عندك خبر عن الموضوع هذا؟ ما في مشكله ان شاء الله حصل على طول. انا اكلم كيس له كيس له كيس له صديق محمد الحكمي، مبروك. ما علي يا جماعه، خلنا نفوز العالم عادي، اهم شيء يعني حاطين الكود تشترون فيها ستوك كذا، ممتاز. غسيل اموال. وش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي، من بعد طول المغيبي، ولا ناوي يا حبيبي تجوع الجوعان اكثر، تجوع الجوعان اكثر. ما في مشكلة، انا في معلوم انت جوعان، انا في سوريا سوريا سرعة 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 سرعة، ما في مشكلة يا حبيبي. شكرا. حلو حلو، بس ما راح اضحك، ابتسامة بس، ابتسامات هذه عادي، ابغى قهقهة. ايوه. لا 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 يا اخي، ايش قلة الحياة هذه يا اخي، ما تفوز. يلا منك. لا انا ضحكت على شيء تذكرته، الارنب، الارنب هذا شوفوا يا الله. الصقر مسكين ما يدري ايش السالفة، والله انه ما يدري ايش السالفة، ما يدري ايش السالفة. الصقر مسك قطة مع الدريشة. قاعد اصور قاعد اصور.
ما شاء الله اول مره يجيبوني بقاس مبرد. تعال تعال اول مره ما شاء الله. شوفوا مين حصلنا اول مره. ما شاء الله تبارك الله يا عيال. هو بس ولا تصوير؟ تصوير مقطع تصوير. بالله مو بحقي احلى من حقه. انا لابسه احلى والله. انا حقي والله شكله علي احلى. شوف انا اخواته مين بعد ازرق حركات. هي سعد نزل واحده يقول طيب الله يستر. سعد شو نزل؟ من اللي بيسوق؟ الخيار متوفر الان انا بس اذا تبغى انت براحتك. قصدك دقيقه ايش قصدك؟ ما نعرف نسوق احنا ولا ايش؟ لا بس معروف الطاره عند من دائما الهروب. اي اعرف انا اعرف. A few moments later. وانا ما اقول بسم الله ابو صدق انا اللي اسوق الحين. ذكرتها حقت. يلا شباب نروح المسبح هذا اول. والله يلا يا جماعة الصدق إن هنا المسبح لف علي شوي ولا أنا كنت ماشي صح لكن ما أدري شلون يعني فاهمين؟ لا لا تلعب بالصلاة يا أخي ما يجب. ما شاء الله على الصلاة السوالف. ما شاء الله كفوف كفوف وسط الصلاة. كف يمين كف يسار يا جماعة. وقت الصلاة أنت بين يدي الرحمن. كونك كبرت خلاص أنت بين يدي الله تعالى. ما في مزح يعني. ناخذ فاصل ديني كويس. أجر لي ولكم والله يسعدكم. قولوا آمين. لا 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 ولا أشكلكم. اه يا خبيث ليش ليش. خذ واحدة منهم يا خالد واحدة فقط. اكسرها 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 هي بس بس كده. ليش ليش لانها واحدة فقط. طيب خذ المجموعة كلها وحاول تكسرها ولا تتعب نفسك صدقني لانك لن تستطيع. وهذا المثل المعروف دائما انه فعلا اليد الواحدة لا تصفق ولكن اذا فعلا كنا بعصم المثل وبعصم السالفة والبرنامج وزق عليهم على الإخراج ولا عاد بيجيبونه. كيف تتحدث مع طبيب الأسنان بالإشارة؟ مؤلم. أنا أبي خير. توقف. أريد التكلم. يؤلم كثيرا يؤلم قليلا. أريد حك وجهي. أشفط السوائل من فمي. طيب انا ايش استفيد في مقطع ميمز كيف اتحدث مع طبيب الاسنان؟ ايش استفيد يا جماعه؟ طلعوا وجهي والله ان هذا اليوم الثاني اصور. المستوى سيء بالميمز. ابو سالم ابوه يا ويلي ويلاه. هذا صدق ولا هذا ايش؟ ابو سالم ابوه هذا تيس يا ويلي ويلاه. هذا تيس هذا صدق ولا يا جماعه كيف تيس فوق المناره ما ادري المأذنه. طيب يا جماعة راح ناخذ بريك بسيط. قبل تقريبا مقطعين سويت اعلان وقلت لكم راح اسحب على 5 فايزين 500 دولار والان قدامكم راح نسحب على 500 دولار و5 فايزين. طيب راح نسحب البداية 2 الان. طيب ستارت. فايزين اياد ذا سنايبر ويزيد فواز. اوه ما طلعت اسمعكم. يزيد فواز ايش الصوت؟ من ذول يصفقون؟ يزيد فواز وياد السنايبر. ركزوا معاي راح انزل ستوريه بالانستا بحط لكم حساب توصلون معاه صوروا له اثبتوا له ان انتم راح اسلمكم الجوائز يا اليوم يا بكره بنزل ستوريه. وبرضه يا جماعه راح اسحب انا شخصيا بيدي لثلاثه ايضا. ابى انزل عشوائيا كذا الين ما احس اني وقفت ثم انا بختار من الكومنتات. بسم الله. ألف مبروك 1v1 سحم. أنت الفائز الثالث. نقول بس نبيل قراصنة لو مبروك عليك 100 دولار أيضا أنت فيصل 502. وآخر واحد يا جماعة الخير بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك أكثر من نويسر.
جت من نصيبك والله العظيم. الخمسة أشخاص يا جماعة هذول اللي فازوا بعد يوم أو يومين بنزل ستورية بحط فيها حساب تواصلوا معه وإن شاء الله يسلموا لكم الجوائز. طيب يا جماعة لهنا أتوقع وصلنا للنهاية، أتمنى أنكم استمتعتوا بمقطع الميمز البسيط هذا، واكتبوا لنا تحت إذا تبون جزء ثاني وثالث من سلسلة الميمز. في الختام لا تنسون رابط المتجر اطلب البلوفر اللي لابسه بالنظارات الثانية إذا حابين، إذا ما عندكم كود الدعم STX في موسم فورتنايت بعد بكرة. شكرا جزيلا، صلوا على محمد، سلام عليكم. جيش السواحات مسعى خلف القمة واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر مكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.